مخيف وصادم. صاحب مطعم جديد يقع في شر أعماله. مئات الكيلوغرامات من المواد والمنتجات الغذائية بأحد أشهر المطاعم بالمدينة المذكورة المتواجدة على مستوى الملحقة الإدارية الرابعة بسبب كونها غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب انعدام ظروف السلامة الصحية بهذا المحل. ووفق مصادر مطلعة، فإن الأمر كشف المخلفات الصحية بالمطعم المذكور جاءت عقب برقية لعامل إقليم سيدي قاسم ومراسلة لباشا المدينة، واللتان همتا القيام بجولة ميدانية لمراقبة جودة وصحة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع بالمحلات المتواجدة على مستوى النفوذ الترابي للملحقة الإدارية الرابعة بالمنطقة المذكورة، لتقود الحملة التفتيشية للجنة المحلية المتكونة من ممثلين عن مختلف الإدارات والأجهزة الترابية والصحية مرفوقة بالسلطات إلى حجز عدة مواد لم تحترم فيها الشروط الصحية المعمول بها في المجال.